جمجمة مع سيجارة محترقة. فينسنت فان جوخ. قام فينسنت فان جوخ برسم لوحة الجمجمة مع سيجارة محترقة في عام 1886. في ذلك الوقت تعلم الفنان الرسم فقط، وهذه هي بداية مساره الإبداعي. سعى فينسنت دائما إلى تطوير مهاراته، واستخلص دروسا من فنانين أكثر خبرة. كان الموضوع الرئيسي لأعماله في الفترة الهولندية الفلاحين. كان فان جوخ مولعا جدا بالناس، وهذا ما أعطاه الإلهام ودفعه إلى رسم العديد من اللوحات، لكنه رسم صورا سيئة وقال إنه يفتقر إلى المهارة. طوال حياته التي كان يخجل منها، حاول تحسين أسلوبه مع التدريب المتكرر. في جميع الأوقات تشكل صورة الهيكل العظمي والجمجمة وأجزاء أخرى من الجسم خطوة إلزامية في تعلم الرسم. يسمح لك هذا بالدراسة التفصيلية لنسب جسم الإنسان وهيكله، وتعلم البناء الصحيح للوجه الإنساني. وإنشاء مثل هذه الرسومات في المستقبل يؤثر بشكل إيجابي على جودة الرسم. فان جوخ لم يكن استثناء، ذهب من خلال التدريب على أنماط الرسم القياسية. بالنظر إلى هذه الصورة يمكننا القول إنه أتقن هذه المادة تماما. أصبحت الخلفية المظلمة إضافة ضخمة في الصورة بأكملها بفضله. الهيكل العظمي المطلي بألوان فاتحة يبدو ضخما، يفرض الفنان بكفاءة كل ضربة. تحتوي الصورة على عدد قليل جدا من الألوان، لكن هذا لا يجعلها باهتة. تجذب السجائر المحترقة الكثير من الاهتمام، إنها تميز هذه الصورة عن تلك المشابهة. حتى الآن لا أحد يعرف لماذا قرر الفنان تصوير الجمجمة بسجائر في أسنانه. ربما قرر أن يمزح فقط بهذه الطريقة، أو ربما كان يشعر بالملل من التدريبات الروتينية في الرسم وقرر أن يجعلها جديدة. لقد أحب فان جوخ الأشخاص الذين يعيشون على قيد الحياة، وقام فيما بعد بإنشاء العديد من اللوحات التي تصور الأشخاص العاملين.